بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زامشك مسألة هدو أو أن مسألة تا ونك يجي تشدا ونن تقسيمات، يعني يجي المسألة السابعة تبكي وقت النية في الصوم وحكمها. يعني أشياء مقنا واي أزمي واجب أكن يسنن يا زاشك أزمي أن أزمي أن أشي شعبان إيه 29 أن قواتها كوكم يا شك 30 دولة لو كي أزمي أن أزمي شهر أزمي إيه 29 أن قواتها هي أي أشاروها كوينة 29 كال أشي كي مثلا بحث أن أزمي سوسكي أي إيدي بزنس شا إسكا لا بها كبني وانا عبادة شي بس جهلين سكي فالأونا مغان دوم علمي بها فالأونا مغان كوكما أن شك أزمي 30 باب 31 هيك سامو أنسو 31 32 33 أي إيدي أنا كوانا هؤلو دي إيه أنا كنسو أون مكة sana wazan gauta sana addu'a nace masa wannan watan ne ne mata yayi kauri haka nace ne ne yafi lai kauri fa ne ne sai suka zame suka gudu nace in dai ku kusan kan kallon wata wannan watan kwanan shi uku da ganin shi ya za a yi kuma ku tsaya kuna dan duk wata in dai ayo mun ya fito ba za a isha ba in aka isha baka samun shi to su ba isha ma suke kallon shi Allahu akbar na'am wai tayyib nan ma dan yace la ilaha illallah المساله السابعه وقت النيه في الصوم وحكمها يا شيخ ذاك النيه ازمي اي وحكمها كم حكم جنتا يجي يجب على الصائم ان ينوي الصيام ها وهي ركن من اركان اركانه كما مضى يا شيخ يجب على المسلم واجب على كل مسلم ان ينوي الصيام يدوك نيه ازمي وهي ركن من اركانه يا شيخ كما نيه تنا تشكر ركنان ازمي لقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات دون ايكي اندي لاهراني هي كامينيا وانما لكل امرئ ما نوى كوم يجي كون متمي ابن دي لوكيني ازوجي شيني الله ايكي ايكي دي دمدنا سنك ديك سنين شي كان ازمي كوم اني كباكا سو الله ايا غني وينميها من الليل تونن يجي حكم انت غني وينميها من الليل تندري زكي نيه في الصيام الواجب يجي اندي واجبين ان ازمي كون كفاره كو رامو كو كاشا كو اوجن ازمي ني kana ruka a ce kashi azumi kana ramawa kan azikan asuba zaka yi wannan niyyar kar asuba tayi makai niyya ba ka saumi ramadan yace kaman azumin azumi na duga magari na shahr ramadana wal kafara ko kafara wal qada'u yan qada'u in ramadan in kan shi in kashi wan nadhr ko kai nadari duk gabilin fajr zaka yi walau qabla al fajr bi daqiqatin wahida ko kan a ce an yi irin sallar asuba ne da digiga daya دوره هي كارجا ونن الفجر دم ينير. لقوله صلى الله عليه وسلم دمي ما يدري لما عون مقولة النبي نيجي من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يجي من لم يبيت الصيام أي نية الصيام هي النبي صلى الله عليه وسلم يجي من لم يبيت الصيام قبل الفجر يجي وند بسانية باء كمن أسباب فلا صيام له. يجي من لم يبيت الصيام أي نية الصيام فلا صيام له باشر عزيم. فمن نوى صياما في النهار يجي دو وندي دوكي نيا ازمي ارانا باين ان يصلي اسبا ولو لم يطعم شيئا لم يجزئه يجي كوي بيچون ابو با يجي نا دوكي ازمي اما دراني دوكا بس ان يصلي اسبا يجي وانا ازمي بيسي بزي تشوكي مي با واجب ان الله يدورا مي بيي با يعني هي را كرامكو الا في صيام التطوع هي دي ان نافله شي كي مو يزاي بان تشن نافله ميكي بان تشن فريلا ميكي anafila da azhar ma ka dauki azumi dan alhamis ko idan ka ce nayiniya inda baka ci abinci ba tun safe ka ce gaba daga azhar ma yayi wanda malami suka bayyana amma azumi wannan na gama gari ba ta yi niyya he kaman asuba ko da digiga ɗaya ne fayajuz yace fayajuz bi yatin min an-nahari yani azmin tatawwu idan lam yut'im shay'an min akli aw shurb idan wa anta tatawwu yake li hadith ajra dun qalat dan aisha ta ce قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء يجي النبي يشغو متى صاصم يجي كنا لابو يعني يجي سبحان الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا وتلا نشي النبي يشغو قلنا ابن ذي النبي في رسا صلى الله عليه وسلم كاي قاشي ادين كومي رغد الحمد لله فقلنا لا يجي ابن ذي تونا بك يجي يفطر بابو ذاك شي باب ابن ذاك شي قال اني صائم يجي تو انا دوكي ازمي فاني اذا صائم يجني نادوكي ازمي صلى الله عليه وسلم النبي في ازو وقت فطور بابا بنت اجدن شي رانا تا صلى الله عليه وسلم جماعه اقول نعمه الله
أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار يشي أما وننا فلا شيئينية النبي أما ونن أزمي نقا مقري يشي لا ينعقد بايا دولوا ونن أزمن بزي بزي يبقران الله اندي أسبات عيبك ينية فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من النية من نية الليل يشي لابد هي أن ينية للدري وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر يشي النية انتن أزمي ونن أزمي قتن يزوك شيء أدوشي أك الله سلم كاني ين وطن دكا ياي بهي كايبا كوش ونا لجميع الشهر ويستحب أما مستحب بينا ما نميسك شيء تجيلها في كل يوم يشي مستحب بينا كل كجدد نية كان قوبك شيء إن شاء الله قبل تهدى أزمي مستحب بينا أما بواجبي بني واجب تند وطن يزو كيني يشي قبع ليا والله أعلم نما لن يشي الباب الثاني كم قلن أبن ليسا أزمي زي زمي دولة كم وكم تونيشي الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسألتان المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان يشي أبندى زي باك أزري كشاروة ككري أزمي ونزي مغانا أكي تنك هالأوكا أچان تؤمون أبي زوما دولي أتكين ونرانا أزمن كان أتكين يوم أزمن أبندى زي كشاروة كنباء لهي أكنك يشي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية يشترك تكون أعذار زاك سامو وان أدريني نكي إني ساميكا هيك شاروا باكم أكنكم ألا بدأت رماء لكيبا الأول يشن إيه المرض والكبر يشي رش اللافية دي جرمة المرض والكبر رش اللافية مريض دي جرمة فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر يشي ينا وان جائزيني جائزين باكومي ام باشي وانا رخصه اي وندي رش لافيه تسامشي وجه زي وركي دغ اذا يرجى برؤه انا اماني زي وركي فاذا برئ وجب عليه قضاء الايام التي افطرها يشي ان يوركي هي زم واجبين يرامك وان ايام دي شاء لقوله تعالى يشي دليل ما كان وانا مغنى الا ني يشي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تو قاشنا ألا نبادر رخصة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني أنا تشنق بزي راما إن يشاء يعني معنات آية ميشيشي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فأفطر نفن آية فمن ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعده يجي بيد لا فيها كوين سافر هي يشاء فعده من ايام اخرى اي يقضيها شين نفن اير والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه يجي ليش لا فيها ده كما قال من قبات الازو وجزاء اساء ابو متن يشاروا يعني انسى ما يشاء يجي هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه يشي زي شاو هلا اني ازم تو ان الله يافي من اما المريض الذي لا يرجى برؤه يشي اما مر لا فيه وند باس اماني زي وركي او العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير كو كما وند بزي ازمي بكم ونن رشن ان ازم حكا يك تاره دشي بزي كوبا كالكبير كما بابن متن فانه يفطر اما ونن دامن روا زي شاء على طول كلمه يدوكي ازم ولا يجب عليه القضاء يجي ونن كما رام كوبا واجب بني أكن شيء وإنما التزمه فدية يجي أما ذات زم أكن واجب بني فدية يعني كوبتها يكوبت الدكان شيء يبادة شيروة بأن يطعم عن كل يوم مسكين كل يتشير مسكيني يتشكى تشكي مسكيني لأن الله تعالى لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام يجي دن الله يسا تشيروة معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام في أول ما فرض الصيام يشي يا زمدا تشير وان قدامك تشير ان قدامك دوكي أزمي دا سن الله يواجب رد أزمي سننكما هي الله يعين شي أزمي زي خلاص فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر يشي هي زما يعني عينا إن ديو كاكاس أزمن قا وانا انش تقوى ينشي دا إما كأزمي إما كتشير كنن دا مكة دي زما دوليت هي تو انك كاس أزمي هي زما إيش تقوى زي 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 فنسيش يعني تشير واكينا يجي فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر يعني الإطعام
يقول الإمام البخاري وانا بابا مالمي محمد اسماعيل البخاري بابا مالمي أحاديثي بابا مالمي يشي وأما الشيخ الكبير يشي بابا مجن إذا لم يطق الصيام يشي إن يكاسا ينعزمي فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكين يشي أنس وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتير هالشي كرا كوشي كرا بيو ياتير ويا كاسين عزمي خلاص رضي الله عنه ونديك النبي هدماء قدنش. وقال ابن عباس وانا ابن عباس دم بفى النبي صلى الله عليه وسلم في الشيخ الكبير يشي أبا بمبتم والمرأة الكبيرة كوما تاببا لا يستطيعان أن يصوما يشي بلاسي ينعزمي ما فليطعما مكان كل يوم مسكين ستشير كون نرانا ستشير مسكيني فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله يشي وانا ما يكاسي شي ما كمان سويكي داشنا بابا بباني اما يكاسي ينعزم العاجز عجزا لا يرجى برؤه يشي لا يرجى زواله وانا عجزا انا اسماني كمان مثلا هاكو نباشي لله جيكين شاكا ايام سيكي قرمينا اشي كرو اما جيكين شبا جوري يموا عاجز عجزا زي هلكا ان يوانا يموا شي ما هي شير بمرض كان او كبر يشي كل شي لا فيها شي كو جرماني عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر او تمر او ارز اينجر هو ان يونشي ابن ده اي شيء كشيده مثلا ابن شيء هكا ادفي وانا ديك تشكنش او نحوها من قوت البلد ابن ده كجي شيء يعني من اوسط ما تطعمون اهليكم ومقدار الصاع كيلواني وربع تقريبا فيكون الاطعام عن كل يوم كيلو جرام و150 و125 جراما يجي كيلو لربع يعني تقريبا وهذا وان صام المريض صح صيامه واجزاه يشدود هكا عند متن زي دوري يا ازمن الله يا كربا اما كر اذا ما كان مك غباتر زي ازمي هانت شي تباج كو يا ازمي يا هلكا ان بزي هلكا بو ياشي زي شاكوي رشي لافيا باتا قاربو بزي هلكا با ان دوري يي الله يا كربا اما انفسو يدوكي رخصر الله غروس الله باكا دمي ذاك شي كنكا وهلا نعم na dai wannan duk akan mariz ake da wanda yayi kasiyan azumi da babba na biyu athani as-safar yace wanda yake zai wanda yake da safiri fa yibahu lil musafir al-fitr fi ramadan wa yajib alayhi al-qada li qawlihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa 'iddatu min ayamin ukhra yace mu'alla ya bashira usa yasharuwa wanda yake da safar wa qawluhu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyusum wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatu min ayamin ukhra ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فافطر أو فأفطر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يجي إن قدامك صحيح البخاري إمام البخاري لويش يجي إن قدامك أزبي إن قدامك كشاء يعني إن باك عشان وهلا ونسمع نزاك هيك أزمنك إن زاك شاء وهلك هلك كشاء روا أي شيء ندم ألا وأنا رخصة هني تكي إن يعني زي هلك بيا وأنا شاورة بزاك يا شاروا نعم ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة يشي أكي باكر أوسى أسافري سافر عند أنت أسلى ماك رجيتا ما لم يزكى شيء شيني 85 كيلو يعني 85 زوا سما 100 زوا سما 85 كيلو زوا سما كشاروا أنك قدامة وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي 80 كيلو مترا يعني 80 كيلو أو 85 عند من بازي شيء والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر يجي وانا نسافر يدوم تنزي اندي معصية زي سابان ألا زيجي نم ما لم يسوك شيء قال بزي شهر وابا ما باش نرؤوس ابا دنكري ما يكامونا هنير أو يراد به التحايل على الفطر كما دبارة شيء دنكر يا أزمي دك أزمي هي سيروكي وانا رقمي كما سفر ينن ينن يزرق زرق أيضا سيوها لا ما أرى يوش دنكاش جيجي كاشر رازوكم ميكي كده إذا ما تحايل يعني حيلة شيء زاكي دنكر كي أزمن هي كتارة كي وكتارة موتا كما هنيا مكة شاروها هنيا كده إيش ونن بزاء باشي أسابي ونن يشاروها لم يبح له الفطر بهذا السفر وإن صام المسافر صح صومه وأجزاءه يجي أمن كما قال يجي إن شئت فصم وإن شئت فطر الحديث أنس يجي دن حديث أنس يرويته كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يجي من السافر تارد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يجي با وندي كي قرن إن يا ليفي وندي أزمي وندي شاشا أشكن سابقا سنة فتاري
ba wanda zai ce soka ɗaya magana ya ce kai ka kasa azumi do girman ka mana kamar ka sha ruwa ba ruwanka in ga gina ma kai annabi ya gani ya shiru kai ma kai shiru walakin bishart alla yashqa alayhi as-sawm fi as-safar yace amma akwai sharadi wannan azumin da zai yi kariya matsa mai azumin ko ya halakar da shi ko ya sa shi rashin lafiya duk wannan sharadin iya tare da mu in kai azumin duk kana ci ko ce halaka cikin ta inda ba ta halakar da kai ba sai kai wannan ibada ko ce ibada ce ba sai azumi ma in wannan wannan wahala za ta halakar da mutum sai kauce karbi ruksa Allah fa in shaqqa alayhi in abun ya matsa mai azumin aw adarra bihi ko me zai cutar da shi fal fitru fi haqqihi afdal yashi ya sharwa ya fi mai akhdan bil ruksa yaji karbi ruksa Allah لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجي راى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شده الحر وتجمع الناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم يجي النبي ني غوني انتارو امي انوا كوم دنا سن تارا اكن شي اي دن ازبن دي يكي دن زافر رانا هي النبي يجي ليس من البر الصيام في السفر يجي با طاعه بني بابن الله بني با تقوى بچي azumi a wannan safarin dan kalmatar bir ta jama'a tu wace dubiyar Allah ita kalma ce asalin mushtaqa min albarri mutumin da yake bin yake magana uwayensa a ce fulan bar bi ummihi barrun bi abihi to shine Allah yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla almashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi dukawo aikin addini da i'tiqadi da amali da waye yace shine bir yan do aikin da yace wannan ba da'a bace wannan azumin da yi an zo an tara kan shi ana yayi famirwa amma inuwa na'am al-thalith al-hayd wa an-nifas yace abinda yake hana azumi ko kuma an ba sa ruksa yi wannan wata ke wannan abin ta yi ta sharuwa he matsaya anan insha Allah a darasi mai zuwa za mu karasa wannan insha Allah ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا